تلخيص ما سبق بأن أسعار الأوراق المالية في السوق المالية تعكس وبشكل قوي جدا جميع المعلومات عن الشركات الاستثمارية، سواء تلك المعلومات التي تتعلق بالأداء المالي للشركة في الوقت الحاضر أو تلك التي تتعلق بالخطط المستقبلية والتوسعات الاستثمارية لهذه الشركات. ولهذا فإن فرصة تحقيق أرباح غير اعتيادية معدومة في هذا النوع من الأسواق، ويحبذ معظم المستثمرين الاستثمار في هذا النوع من الأسواق بسبب قدرتهم على تحقيق عوائد مالية، فضلا عن قدرتهم على تجنب الاضطراب في الأسواق المالية، حيث أن أسعار الأوراق المالية تستجيب بسرعة لتغير المعلومات عن أداء الشركات الاستثمارية. وخلاصة القول أن كفاءة الأسواق المالية تظهر بمدى توفر المعلومات المالية والإدارية ومدى انعكاسها على أسعار الأوراق المالية بسرعة، أي أن السعر الحالي يتضمن كل المتغيرات التي حصلت وستحصل في أداء الشركات الاستثمارية. أرجو أن نكون أحبائي طلبة المرحلة الثالثة في مادة الأسواق المالية، أن نكون قد وفقنا في عرض موضوع من المواضيع المهمة وهو كفاءة السوق المالية، وأرجو أن تكونوا قد استوعبتم هذا الموضوع، ونتمنى لكم مرة أخرى الموفقية والنجاح، ونحن جاهزون لدعمكم ومساعدتكم في أي سؤال أو شيء تحتاجوه. مع فائق تحياتي وشكري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.